نرجع تاني وخلينا نرحب بنجومنا طبعا كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم صلاح. ازيك كابتن حسام؟ يا كابتن مصر حبيبي، اخبار حضرتك كله تمام؟ الحمد لله والله. كابتن ابراهيم، كابتن كريم، ازيك؟ الزمالك بكره يا كابتن، امال في رقبتك ان شاء الله تروح الاستاد ولا مش هتروح؟ هنروح بكره ان شاء الله. طيب ان شاء الله. خلينا بس نبدا بالاهلي طبعا، المباراه اللي انتهت من شويه في تونس والتعادل السلبي 0-0. اخد رايكم كده واشوف يعني النهارده النتيجه دي اكيد ايجابيه لصالح النادي الاهلي، لكن طريقه اللعب والنهارده كان في حذر كبير جدا من النادي الاهلي في الناحيه الدفاعيه وما شفناش الاهلي هجوميا كتير يا حسين. هو طبعا يا كابتن في البدايه يعني تعادل بطعم المكسب بالنسبه للنادي الاهلي، كان مهم جدا ان انت تخرج بنتيجه تكون مريحه بالنسبه لك، لان انت مقسم طبعا الفاينل لشوطين، شوط هيتلعب في رادس والشوط الثاني هنا في القاهره. لكن على المستوى الفني ماتش بصراحه اقل من المتوسط من الفرقتين. ممكن النادي الاهلي كان ليه استراتيجيه معينه ونجح في تحقيقها، بغض النظر بقى لعب حلو او لعب وحش هنتكلم في النقط دي دلوقتي. لكن الترجي برضو كان وحش جدا وكان خايف من الاهلي، والاهلي خايف برضو من الترجي، الفرقتين خايفين من بعض لدرجه ان الكره انت 50 دقيقه من اول ما الماتش بدا الكره في نص الملعب، بس خناقه ما بين لاعيبه نص الملعب هنا وما بين لاعيبه نص الملعب هنا. لكن الاهلي كان عنده ذكاء وكان واضح الاستراتيجيه بتاعت مستر كولر ان الراجل نازل عنده تحفظ هجومي، مش عايز يبقى عنده اندفاع هجومي بشكل كبير عشان ده ممكن يكلفه هدف مع الحضور الجماهيري والضغوطات والكلام اللي بالشكل ده. كان هيجيبوا جون فعلا في اول يعني ضربه راسيه اللي كانت في خروج علي معلول فرق كتير قوي مع النادي الاهلي. لكن برضو كريم فؤاد لما نزل اشتغل نوعا ما دفاعيا بشكل كويس وكان متزن، يعني ما حسيتش ان هو مخضوض او خايف او ايا كان. لكن بشكل عام انا شايف ان النادي الاهلي يعني وجهه نظري رغم التحفظ ورغم ان النادي الاهلي نجح في المهمه بتاعته، لكن لو الاهلي كان لعب باسلوبه وطريقته الطبيعيه كان هيكسب، كان ممكن يكسب بمنتهى السهوله ويريح نفسه من بدري. بس صح، هو كان هو عنده خاف يتخطف جون، هو كان عنده مشكله يا كابتن ان النادي الاهلي فريق ترجي برضو كان بيشتغل خططيا اكتر من ان هو يلعب كره حلوه. يعني راجل برضو كاردوزو ده مدرب كويس جدا، ترجي بقى له 20 مباراه، لسه كنت بقول لابراهيم واحنا بره الهوا ما خسرش دوري ودوري ابطال، لا خسر في الدوري، خسر ماتش واحد في ملعب من الملعب التونسي من 20 مباراه ما خسرش، بقاله فتره في افريقيا ماشي كويس قوي. والدوري برضو يعني اخر 20 مباراه قبل ما يلعب ماتش الفاينل ده خسر مباراه واحده مع الملعب التونسي وتعادل 7 ماتشات وكسب كل الماتشات الثانيه، خسر برضو في كاس تونس من فريق درجه ثانيه. لا لا انا الاحصائيات اللي انا بقول لحضرتك دي مظبوطه، يعني اتعادل في 7 ماتشات وكسب 12 وخسر مباراه واحده وسجل 24 هدف واستقبل 17، فده معدل كويس. هو متصدر الدوري التونسي دلوقتي كمان، كان لسه كسبان النجم الساحلي من قبل اول دوري بالظبط. فهو لعب على النادي الاهلي على المناطق القوه بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا اللي بيميز النادي الاهلي منطقه نص ملعبه ان هو بيعمل استحواذ كويس، وبناء على الاستحواذ ده بيقدر ان هو ياخد الدفعه الهجوميه الكويسه اللي بتتمثل في حسين الشحات، امام عاشور، بيرسيتاو، وسام ابو علي. الرباعي ده النهارده كان اوت اوف جيم، انا يعني ممكن حسيت ان كان ليهم ادوار دفاعيه اكتر، مش دفاعيه يا كابتن، كانوا بينزلوا يدافعوا تحت مع كريم فؤاد ومحمد عيد. انا بقطع الكوره، يعني انا بقطع الكوره كان نادي الاهلي او كان اكرم توفيق، ونفس الكلام بالنسبه لمروان عطيه، بقطع الكوره بسلم امام او بسلم حسين او بسلم بيرسيتاو، الكوره بتنتهي هنا، يعني الكره بتنتهي هنا، مفيش كثافه، فمضغوط انا مضغوط بقطع الكره واقعد اجري ورا الكره. فبص لها في فاولات كتير قوي على النادي الاهلي في مناطق مؤثره، وفي لعيبه كانت مهدده باكتر من كره برضو كان فيها اشتراك يعني قوي ممكن تعرضهم للانذارات. لكن عموما انا شايف ان كولر تعامل مع المباراه بشكل كويس من حيث التغييرات، غير كويس جدا، نزول قفشه فرق كتير في التغيير قوي، يعني في الدقيقة 80 نزل قفشة ونزل ريدس لي، هو خلاص السيستم والنظام ماشي في الاتجاه اللي هو عايزه، فهو مش عايز يلخبط الدنيا صح. مرة واحدة، فنزول قفشة فرق معاه كتير قوي. يعني لما نزل قفشة، قفشة من اللعيبة بيعرف يلعب تحت الكورة وبيعرف يشتغل وسط الضغط ومسك النادي الأهلي كورة بشكل كويس جدا، بدأ حسين الشحات يظهر، بدأ النادي الأهلي يبقى ليه شكل هجومي نوعا ما شوية، وبالتالي ده عمل تراجع لفريق ترجي بدليل ان اخر مثلا 7 8 دقائق ترجي بينقل ورا، يعني تحس ان هو بيلعب بره ملعبه مش على ملعبه. فالنادي الاهلي خد اللي هو عايزه من المباراه، وده الهدف الاساسي. يعني طبعا مباراه ايجابيه بالنسبه لكولر، تعامل مع المباراه من حيث التشكيل، التغييرات، الفكره، حتى ان انا برضه بلعب بره ملعبي، دي كانت نقطه مهمه. وتبقى بقى المباراه بتاعت العوده ليها حسابات وليها ظروف وليها ترتيبات مختلفه يعني.